فاطمة الخالدي، جيت على حسب المشروع ديال الخياطة، بغيت ندير شي مشروع ديال الخياطة. كندير الفصالة والخياطة وكندير طرز وكل شي كندير. جيت باش حتى أنا ندير شي مشروع إن شاء الله، كنصيب فصالة وخياطة، المهم جلابة والتكشيطة والقفطان وكل شي، أي حاجة بالخياطة كنصيبها. لا أنا معلمة الخياطة، أنا 14 عام وأنا عندي ديبلومات، عندي شهادة العمل، عندي كل شيء. أنا غير بغيت نكبر المشروع ديالي وبغيت نخدم معايا الناس إن شاء الله، إلا ولا بغى الله مشروع كبير نخدم معايا حتى الناس اللي بحالي هكا ذوي الاحتياجات الخاصة، حيت هي اللي قدرت عليها وكان بغيها. كتعجبني الخياطة. لا أنا عندي مشكل غير في حاجة واحدة، غير في ديك مثلا الا كان شي دروج، الا كان شي ترانسبور كما ما يكونش حاضر، هذا هو المشكل اللي عندي انا. اما الخياطه الحمد لله مزيانه فيها، ما عنديش مشكل. كنفصل كنخيط عادي، ما كان عنديش مشكل لا مع كليان لا مع حتى شي حاجه عادي.